السلام عليكم بنات الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم ثاني مره تنجي عند العربيه، وكاله العربيه للاصفر. تبارك الله، وكاله كبيره موجوده عندنا هنايا في مشروع ولاد مطاع. ما شاء الله عندها جوج فروع هنايا في مشروع ولاد مطاع. تعاليقكم كانت ايجابيه تبارك الله، الناس تعرفوهم كاتبين تعاليق زوينه تبارك الله. رحنا مشينا مع هذا السيد، هذا العمره مشينا معاه للحج، الحمد لله. هذو هما المغاربه، نهار تكون شي حاجه زوينه راه تنكتبوا عليها، اللهم لك الحمد. بالنسبه لبنات الخير، تنعتذر لكم، انا ديك المره ما مشيتش لتركيا، هاد المره غادي نمشي ان شاء الله، وفي هاد لاداط هادي ان شاء الله يا رب العالمين. انا 100% غادي يقطع ليا هاد السيد، غادي نمشي. اللي بغات تمشي معايا لتركيا تمشي مرحبا بها. انا ديك المره ما مشيتش المره الاخيره نظرا لانني كانت حاله خاصه، ما نقدرش نمشي، ما نقدرش نخوض لكم في الموضوع. ولكن نهار تتكون شي حاجه مقننه مضبوطه، شي حاجه اللي ما غاديش تمسني، ما عضرنيش انا وما عضرش الناس دياولي، ما يشوفونيش في شي موقف ماشي هو هذاك، راني ما نقدرش نديرها. انا وجهي تما بنات الخير، تتعرفوني راكم كلكم عارفيني، راه قسما بالله العلي العظيم الى الله يعطيني على قد نيتي. لا تنبغي الواحد انه يمشي فرحان، نرجعوا فرحانين، تنحاول ما امكن. راه تبارك الله 60 مره، راه مين تتبغي تشد الخاطر لهذه ولهذه، ضروري واحد هكذا وواحد هكا، وهي غدا الدنيا. لهذا انا تكون تنحاول انني نرضيكم كاع الناس. هذه المره ان شاء الله بغيت نرضيكم بوكاله مقننه تكون مزيانه ان شاء الله، طراعي لينا شروط السلامه كاملين ديالنا، طراعي لينا ديك 8 ايام انها تعطينا وقت فيها، تعطينا واحد نظام زوين، تعطينا واحد البرنامج يكون السيد كفء قد هذاك البرنامج، ويتمشى لينا عليه خطوات ديالو، نحطو في ليساتنا في الامان ان شاء الله. الله يفرحكم يا ربي، كلنا عزيزين علينا الناس، وعزيزين علينا اللطافه، وعزيز علينا الظرف، ولكن هذه المره بغيت منهم يكونوا معنا مقننين ان شاء الله، يكونوا معنا في نظام، ونمشيو ان شاء الله لرحله بالامان ان شاء الله. نمشيو لتركيا، تركيا ان شاء الله. هذه المره تنتمنىكم انكم تمشيو معايا مع منى التاويل، يلا ونتسوقوا وندوروا ونتسارى ونديروا الشوبينغ، مرحبا بكم معايا. انا اليوم غادي تكلف لينا بالرحله سي محمد العربيه، هذا السيد الشاب اللي تنقدروا، الله يسخر لك اخويا. تنتمنى ان شاء الله تكون كوف قد هذه المسؤوليه ان شاء الله. هو راه مرارا وتكرارا تيمشي لتركيا، راه ماشي اول مره، راه المره الاخيره اللي تلاقيت به تما راه ديت تبارك الله. شحال كنتي ديت سي محمد؟ 75 مره، ما عرفتي كلهم كانوا فرحانين، كانوا عاجبهم الحال، الحمد لله. المهم هادشي اللي بغيت، هادشي اللي بغيت، بغيت نمشي لتما وحنايا في بلاصه زويونه، في ندورو نراعيو هذاك البرنامج، نعطيو حقو لهذوك الناس اللي مخليين شحال من حاجه وباغيين عي طاقه ايجابيه. الله يفرحكم، يلا هو معانا مع العربيه فواياج ان شاء الله. غنمشي معاها هاد المره، تنبحث دائما على الناس اللي غيكونوا زوينين، غيكونوا مصدر ثقه، ديما تنطوروا من راسنا بنات الخير، ديما تنشوف في شي حد اللي غادي يعطيني اكثر، غادي يعطيني ماشي فلوس بنات الخير. الفلوس الحمد لله انا عندي محالي تنترزق منه، الله خدامه اللهم لك الحمد. تنشوف اللي غادي يعطينا برنامج زوين، برنامج نقيقي، غنمشيو معانا وحنايا منظمين، وهذا ما كان، والله يعطي لكل واحد على قد نيته بنات الخير. اليوم اختاريت العربيه وتنتمنى انهم يكونوا قد المسؤوليه ديال بنات الخير ديال صحاباتي، ويلا نشوفوا البرنامج. مرحبا بكم محمد، يلا قول لنا البرنامج ان شاء الله ديال العربيه ديال تركيا، تركيا ان شاء الله. لا لا مرحبا بك، الله يجازيك كل خير، الهضره الزوينه في حقنا سي محمد، الله يرحم ليك الوالدين لي كومونتيغ هما اللي خلوني نهضر اليوم. الله يكبر بك، هو كتابو تلاقينا تما. اييه طيب، ودابا ان شاء الله غادي نخدموا مجموعين ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي، الله يحفظك. الله يبارك. بالنسبه لبرنامج تركيا، شنو عامل لنا لي دات اللي عامل لنا؟ قول لنا ان شاء الله على البرنامج. البرنامج حنا عندنا تواريخ كثيره، تقريبا كاين رحله كل اسبوع، ولكن الرحله اللي تكوني معنا انت ان شاء الله فيها، لكن كيعرفها باللي الناس ديالها تيبغي بزاف يكونوا في الرحله اللي غتكوني فيها، لان الناس بهم التاريخ بيان سيغ. ان شاء الله يا الرحله اللي غتكوني معنا فيها ان شاء الله هي من بعد ما غادي نجيو من دبي، غادي تكون من بعد العيد الكبير في نهار 18 في الشهر ان شاء الله. 18 في الشهر ان شاء الله، بعد العيد الكبير بان سومين ان شاء الله يا رب العالمين. كونوا كلينا الحوالي ديالنا صافي ان شاء الله يا ربي، الله يسخر. الله يبارك فيك. دونك الرحله ديالنا فيها 8 ايام. اييه. البرنامج فيه الرحله طبعا مع الخطوط المغربيه. 56 كيلو ديال البردات جيت انسيستيو عليها في جميع الرحلات ديالنا. غيكون عندنا اوتيل بالفطور،
اوتيل زوين وفي بلاصه زوينه اللي نقدروا نخرجوا في النهار نخرجوا في الليل، حدانا المترو حدانا الترام جميع وسائل النقل في المنطقه المركزيه ان شاء الله يا حدانا حتى اماكن الصرف، وهذا الشيء كله نوضيه للناس حنايا تما. اييه دونك الديتاي ديال البرنامج النهار الاولاني تكون عندنا الوصول بيان سور ياك كناخذوا لي شومبر ديالنا وتنخرجوا في العشيه نضربوا واحد الدويره حدا لوطيل وتنعرفوا الناس بالبلايص بالترونسبور بالنقل بالبلايص اللي غادي يصرفوا فيها باش اي حاجه يحتاجوها يلقى واحدهم وتنعطيهم جميع المعلومات. هذا من جهه. النهار الثاني تتكون عندنا خرجه لجزيره الاميرات وداخل فيها الغدا، تنمشيو بالعباره واحد تقريبا ساعتين تنهبطوا الجزيره الاولى تنرجعوا نتغداو في الباطو ومن بعد تنهبطوا الجزيره الثانيه وتنرجعوا للباطو وتنعاودوا نرجعوا للوطيل. اييه في الوطيل تنرجعوا فيه تكون عندنا واحد الوقت حر، الا بغينا نديروا اي حاجه مجموعين تنديروها ما عندناش مشكله. وبالنسبه للاسواق نديروا سوق الاربعاء هذاك من اكبر الاسواق اللي كاينين في تركيا. نهار الاربعاء مخصص للاسواق، تنمشيو مجموعين للسوق من الصباح حتى العشيه، ان فوا تنرجعوا للوطيل تيرتاحوا الناس واحد شي شويه وتمشيو تعشاو في الباطو. العشاء طبعا داخل في البرنامج بيان سيغ، العشاء داخل بالبرنامج مع السهره اللي تتكون في الباطو وتندوزوا فيها داك البوسفور تنشوفوا فيها تبارك الله وحده فولكلور محلي تما. اييه تبارك الله داك الشيء تيدوز زوين. وهاد الباخره اللي اختاريتيني لنا في هذا البرنامج هذا باخره في المستوى ماشي شي حاجه اللي عاديه، المستوى من ناحيه العشاء. أيه. ومن ناحيه النظام ومن ناحيه الفولكلور والتفريج اللي تتكون شي حاجه في المستوى، فيها اغاني مغربيه فيها سوريه فيها عراقيه مجموعه من جميع الوطن العربي. ومهم انا اللي تنحت على هاد الباخره لانه وراها لي السي محمد دابا في لي فوتو في لي فيديو، ما شاء الله باخره من اروع الباخرات اللي كاينين تما، شي حاجه اللي زوينه وماشي شي حاجه اللي عاديه، هذه حاجه اللي في المستوى اللي ما تخلينا نمشيو رجال عيالات عادي ونشوفوا داك الفولكلور. وما كاين حتى شي اشكال. وبالنسبه للنهار الرابع اييه تكون عندنا خرجه ديال سافانجا وداخل فيها الغداء حتى هي، تنستمتعوا بواحد المنطقه زوينه اللي فيها طبيعه خلابه منظر زوين تنستمتعوا بها نهار كامل، وداخل فيها الغداء وتنرجعوا للوطيل في العشيه ان شاء الله. سافانجا والمعشوقيه ياك ان شاء الله يا ربي، هذه زوينه هذه اول مره غادي نشوفها، انا عمري ما شفت سافانجا والمعشوقيه في شي برنامج درت في تركيا. حنا اختي منى تنحاولوا ان البرنامج ديالنا يكون فيه سياحه ياك، لان سافرتي خسرتي الفلوس ضروري ما تشوف البلاصه اللي انت غادي فيها وتستمتع. تستمتع باش نفسك ترتاح وتفرح وتنديروا التسوق في نفس الوقت، يعني بنفس الدرجه تستمتع وتتاجر بجوج. هذاك الشيء. وبالنسبه للنهار ديال الخامس شنو تيكون فيه؟ النهار اللي من بعد منه تتكون عندنا زياره ديال المتاحف المدينه. اييه عندنا، وفي نفس الوقت تمشيو للتقسيم تنشوفوا التقسيم تقدروا تغداو تما تنشوفوا المحلات واللي مارك اللي كاينه في التقسيم باش الناس يزيدوا يتسوقوا من بعد. اييه حتى داك التقسيم لقيت فيه محلات رائعين ومحلات فنين ولي سولد لي سولد دابا هاد لا بيريود اللي غنمشيو فيها غيكون ان شاء الله. اييه وعاد تنستافدوا ثمن القيمه ديال الليره اللي طايحه واحد شي شويه دابا راه طايحه بزاف الليره. مؤخرا من بعد منه النهار اللي من موراه تتكون عندنا نهار الى الجمعه تمشيو حتى هو يوم ديال التسوق. اييه سوق الجمعه هذاك باكركوي تيكون نهار الجمعه تيكون من اكبر الاسواق اللي كاينين بحال سوق الاربعاء زوين تبارك الله. تبارك الله اختي منى وليتي عارفه. لا حفظ شويه هي الاسواق ان شاء الله يا ربي. بما انه شفنا في الاربعاء الاسواق ياك وتنصح الناس بهاد الاسواق اللي مهتم يتقدم فيهم بزاف لان السلعه اللي لقاوها فيه ما كايناش على برا او كاينه على برا بثمن زايد واحد شي شويه. اييه يتقدموا منه وفيهم حتى ديال الجمله بيان سور. اللي بغى يتقدم الجمله او تقدم بالعادي. من بعد منه نهار اللي من موراه تنجيبوا الناس ترونسبور ياك وتنمشيو لي مول باش اللي بغى يتقدم لي مارك ويتقدم الملابس يعني الناس اللي تيلبسوا ماركات ماركات بسعر منخفض تنمشيو حتى لي مول. ولكن اين مول اللي عتعطينا؟ تنمشيو على حسب التنظيم ديال النهار نقدروا نمشيو حتى 4 ديال لي مول.
أيه. تمشيو للأوتلت 212، تمشيو الأوليفيوم، وتمشيو للفينيزيا. فينيزيا من أكبر لي مول اللي كاينين هو ودو 112، هذاك دي مول اللي أنا تنتمنى نشوفهم. أنا ما شايفاهمش ولكن باقي ما عمري ما شفتهم، شفت غير جواهر مول، هذاك عادي جدا ما فيه حتى حاجة. مشينا ليه ما عجبناش الحال، ماشي جانا الأسعار ديالو شي شوية طالعين بزاف على أننا ناخذه منه. بالنسبة لـ 212 إن شاء الله هو فينيزيا. عقلوا البنات انتوما أي مول مشينا ليه غنوريو الناس شنو يتقداو منه إن شاء الله يا رب، اللي فيه اللي فيهم فوموس أو اللي فيهم لي صول. وحاجة وحدة اللي بغيت نزيد لك في هذا البرنامج، الله يجازيك بخير، هي أنني غادي ندي البنات غير بحال هكا شي عشية كانت عندنا خاوية، الناس اللي باغيين بالجملة مارتر، باش نديكم المارتر ان شاء الله، ناخذوا سليعه نشحنوها ونرجعوا نكملوا البرنامج. البرنامج تبارك الله سياحي اكثر ما هو زعما غادي يسعدنا اكثر، وغادي كوميم نستافدوا من هذه الخرجه، منها سياحه ومنها نترزقوا الله ان شاء الله يا رب العالمين. غير بقى لنا نهار واحد اخر عاوتاني، هذاك النهار هو تو نقدروا نخصوه الناس اللي انتريسي بالتسوق، نجيبوا ترونسبور ونمشيو الناس اللي بغاو الجمله مارتر او اي بلاصه نقدروا نمشيو لها في ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي راه كاتب لينا واحد السميات جدادين على مارتر، ان شاء الله سي محمد غنستافدوا منه. الشباب باغي حتى هو يورينا الجديد، يوري من حاجه الله يسخر يا ربي. بالنسبه لي مونيمو هيستوريك ديرهم ليهم النهار ديال المتاحف، المتاحف وداكشي يعني. تمشيو ليه في التقسيم في العشيه، تنساليو من المتاحف تمشيو ندوزو العشيه كامله في التقسيم. في التقسيم البرنامج ان شاء الله اخويا غنحطوه كيف ما هو، غادي نكونوا زعما مضبوطين، نكونوا في الاوقات هما هذوك، زعما نشوفوك بهذا الوجه ان شاء الله سي محمد. تنتمنى وحق الله الوجه اللي عندنا انا هو اللي عندنا، الله يسخر لك يا رب العالمين. البرنامج ديالنا حنا تنتحكموا فيه، يعني حنا يتفقنا على اي حاجه تنديروها الراس والعين، الباسبور ديالنا لي زوطيل ديالنا، حنا اللي تنظموا كل شيء، يعني اي حاجه طلبوها الناس على الراس والعين ما عندناش مشكل ان شاء الله يا ربي. وما يكون على الخير بنات الخير، انا غادي نمشي معكم في هذه الرحله وان شاء الله، انا زعما متاكده كل تاكيد الى قدر الله كان شي حاجه انا غادي نعلمكم، ولكن انا ان شاء الله 100% لانني باغا نتقدى، باغا نجيب سليعه، باغا نمشي نجرب وكاله الاسفار العربيه، نجرب ناس جداد، ناس يوريونا بلايص جدادين، ويكون يكونوا كفء قد هذاك المسؤوليه اللي حنايا غاديين بها جهتهم. والله يجازيك بخير، الله يجازيك بخير. وسط البرنامج بيان سو تكون شحال من حاجه، خصنا نمشيو شحال من بلاصه نمشيو نتعشوا فيها في الليل، يعني اسطنبول فيها حوايج زوينه، تتمشي تجلس في شي بلايص بحال سليمانيه، يعني شي بلاصه اللي تتجلس تتفرح تتبهج. بغينا نشوفوا السليمانيه، انا راه ما شايفاهاش، ما شايفاش الصبانجه، ما شايفاش المعشوقيه، ما شفتش دو 112. يا الله ان شاء الله يا رب العالمين. الاهم حاجه اننا نكونوا اون جروب. انا مين مشيت المره الاخيره شي شويه ما عجبنيش الحل، لاننا كنا مفرقين، راه البنات في البنات تما اللي مشاو معنا راه كلهم غادي يكونوا عارفين، كنا مفرقين، ما تنظمناش. هذه هي للاسف، تنتمناك انك دير لنا نظام زوين، دير لنا برنامج كوف. تبارك الله، تبارك الله، الناس غزالين وفي المستوى، وكل شيء تبارك الله تيمشي من القناة، الناس اللي باغين طاقة إيجابية، باغين يضحكوا، ما يكون على الخير إن شاء الله يا رب. تعجبنا الحاجة مزيانة، حنا كنخدموا الناس بحال عائلتنا بحال خوتنا، يكونوا هما فرحانين، وبالتالي تكونوا حتى حنا فرحانين إذا فرحوا الناس. الله يجازيك بخير. وهاد البنات بغيت نقول لكم غير واحد الحاجة، هاد السيد راه ماشي يسينيش أنني ندير ليه إشهار، لأن وكالة العربية شخص من عملة تركيا، ماشي الناس اللي تيسينوا اشهارات ولا تيسينوا يوتيوبرز اللي تجي عندهم ولا تطرح عليهم ولا تعطيهم برنامج، برنامجهم واضح كاين دائما موجود شاك سومين غاديين. دابا اي سومين حتى البنات اللي ما قادرينش يمشيو معايا ما عندهمش، راه كل سيمانه تتعمل تتكون رحله لتركيا. في نفس الوقت نفرحوا اننا نخدموا معاك ومع الناس، الله يرحم لك الوالدين. حنا شفناهم معنا في الرحله ديال دبي ما شاء الله، لا اللي هنا ولا اللي دبي، قربنا قربنا ان شاء الله. صافي الله يسخر يا ربي، يا ربي امين. والناس ما شاء الله زعما فريمون في المستوى، واحد الطريقه ديال الهضره زوينه وفرحانين، وتنصحك تحافظي على وجهك. الله يرحم لك الوالدين، لان ما شاء الله تيديروا فيك ثقه كبيره. الله يرحم الوالدين. وسمحوا لي بنات الخير، سمحوا لي انا بعض المرات تنحشم ولكن من هنا فصاعدا نقلب لكم على الاحسن، ومن هنا فصاعدا انا تنوعدكم الا كانت شي حاجه غادي نقولها، والله يسخر لكل واحد. سمحوا لي. وبالنسبه لدبي قربنا تجمعوا البلايص، شحال دابا وصلنا؟ كنا وصلنا العدد
تبارك الله تبارك الله. بنات الخير سناتي فلت يلا هي معانا ضروري ناس تيفلت يكونوا حاضرين في دبي الله يسخر. ان شاء الله في دبي غادي يكون المغرب كامل مجموع. تبارك الله. ما توقعتهاش انايا كاين جديده كاين بركان كاين وجده كاين مراكش اكادير باقي باقي باقي. البنات اللي مشاو معايا لتركيا تنحفزهم لبنه جديده زينب جديده نعيمه قنيطره تنتمناكم انكم تمشيو معايا لدبي وتنتمنى صحبتنا تبقى دائما وتنتمنى ان الجروب ديالنا ديال البيع والشراء اللي حفزنا فيه مغربيات بزاف على الحلال على التجاره لاننا ما نضروش فيها بلادنا راه تنشحنوا تنخلصوا اللوازم ديالنا تنجيو مقننين تنتمنى اننا نحفزوا ناس اخرين ونمشيو ثاني عاوتاني ونشوفوا دبي وجهه جديده دارها لنا السي محمد الله يجازيك بخير. على راس العين نتمنى ويدوز كلشي بخير على خير. مرحبا بكم الله يرحب لكم الوالدين. وانا بنات الخير عمري ما نضر شي واحد ولا عمري نخرج بتصريح ضد شي حد ولا عمري انا نهار تنقاطع شي حد ولا ما تنكونش معاه اسبابي الخاصه ما تتعنيش ان داك الشخص خايب ولادي. الله يسخر لكل واحد الله يكون مع كل واحد. انا تنتجه للحاجه اللي غادي تربحني غادي تربحني الحمد لله ماديا انا رابحه لانني عندي محلي عندي خدمتي اتربحني غير بسمعتي بوجهي وتنتمنى هاد الناس هادو نكونوا معاهم كفء لان الناس تبارك الله من المغرب كله راه ناس اكادير مشاو معايا ناس طنجه ناس جديده هادو كاملين متحدين معايا في كلمه واحده انهم باغين يتساروا وباغين يدوروا وامم طو باغين يترزقوا. الله الله يسخر لك اسي محمد والله الا ضرنا فيك مضمون زوين تنتمناك ان شاء الله نكونوا قد المسؤوليه. الله يفرحك. التليفون ديال سي محمد دايز في لا فيديو اتصلوا به خذوا الاثمنه ديال تركيا لان الثمن ديال لوموا هاد لوموا هذا ماشي هو الثمن ديال لوموا بروش هاك هذوك فهمتيني دابا بادين من 7000 وشحال 7500 7500 درهم الرحله لتركيا اللي باديه دابا ديال هاد الشهر كل سيمانه والثمن ديالها. اتصلوا بسي محمد ديال هاد السيمانه هادي ب 7500 درهم. لوطيل ما نقولش لكم شي اوطيل واو وشي حاجه اللي واعره لوطيلات اللي في تركيا بنات الخير عاديين جدا واخا تيكونوا مصنفين ثلاثه ديال النجمات ولا اربعه ولكن عاديين. اهم حاجه تيقلب لينا عليها سي محمد الغون بلاسمون اييه ندخلوا مع الجوج ثلاثه كيعرف ما كاينش المشكل. تنتمنى تاخذ لينا في لاليلي لاليلي قريبه لكل شيء دائما حنايا قريبه المترو ترونسبور الاماكن ديال الصرف وبلاصه اللي ما نخافوش فيها اللي ما نخافوش فيها النهار بالليل هذه اهم حاجه عندنا هذاك الشيء. بعد ما تقدر ما تلقاش الناس معطلين تتقلب عليهم ما تلقاهمش باقي ما دخلوش للبيوت مثلا ما تنخافوش عليهم واخا هكاك في اي وقت يحطهم ترونسبور موجود في لاليلي. بنات الخير تنعاود نكررها لكم لوطيلات ماشي واو كاينين في تركيا. الحاجه اللي تنقول لكم لون بلاسمون هي اللي غيقلبوا عليها زوينه داك الفطور اللي تيكون زوين لاننا ما تنساليوش الغداء ما تنساليو حتى العشيه عاد تناكلو حنا تندورو. مهم الله يحفظكم بنات الخير وكيف ما نبغيو راسنا غادي نبغيو لكم.